افكرك بيا يا غالي بعد السنين والليالي، افكرك بيا يا غالي بعد السنين والليالي. برجع بتسأل عن حالي، هو انت ناسي اللي جرالي؟ راجع بتسأل عن حالي، هو انت ناسي اللي جرالي؟ افكرك بيا يا غالي، افكرك بيا يا غالي. التحدي في اللغة هو طلب الإتيان بالمثل على سبيل المنازعة والغلبة، وهو ده بالظبط اللي بيحصل في فن الكف، الفن الصعيدي الأصيل المبني على الارتجال والتحدي ما بين الكفاف والفنان. مين أقوى، أنا ولا أنت؟ والزاد ما بقربش، تشوفني تقول سكران وأصلا ما بشربش. صاحي وعيوني سبال والهم كأنه جبال، ومن حق وخالي البال يضحك ما جربش. أي والله يضحك ما جربش. أيوة. يضحك ما جربش. أي والله. لما يشوفون الناس يقولوا سعيد اليوم مع إني شارب الكاس وحياتي كلها هموم، ما شفتش في حياتي عيد وعمري عذاب وعيد، والخالي يضحك بعيد ومنينا ما بيقربش برضو كده. يعني الله ايه الله، لازم تسلم برضو بنفس بنفس الحرف، بس لازم تعيش بقى الموضوع. نفس يعني الموضوع. فن صعب جدا جدا، وفنان الكف يمكن في الليله، يعني الليله اللي بيعملها خلال 3 ساعات او 4 ساعات ونص او 3 ساعات ونص، هو في ضغط مستمر، لاني هو بيقابل اكتر من لون في الليله طبعا، واكثر من خانه واكثر من مذهب واكثر من لحن، فهو عليه ان هو يستوعب كل ده، وفي نفس الوقت بيغني عليه يعني في توقيت صعب جدا. الكف هو اصلا القاعده الاساسيه فيه للارتجال، انت بترتجل وانت بتطلع بتروح من البيت مش عارف انت هيتقال لك ايه، يعني او هتغني ايه، او مين اللي هيوقف قدامك، او هيسالك في ايه، او هيتكلم في ايه، وبتحاول يعني الكفاف نفسه توصل له ان انت عايش مع نفس القصه اللي هو عايشها دي. الفنان الكف شاعر قبل ما يبقى مغني؟ اكيد لازم يكون عنده اول حاجه مثقف، ولازم يكون عنده لغويا برضو كويس، ويعني وموسيقيا برضو كويس. طب يعني وانت مثقف منين بقى؟ انت شخصيا بتجيب ثقافتك منين؟ لا يعني يعني فوق كل ذي علم عليم يعني طبعا اكيد بس ايه بتحاول تقرا، بتحاول الكلام اللي سابوه الكبار. يعني حضرتك كفاف من كم سنه اصلا؟ يعني انا كفاف من 15 سنه بس انا طلعت في مجال الكف على صوت المرحوم رشاد الله يرحمه. المرحوم رشاد ما يعتبرش فنان كف بس انما هو من مؤسسين التراث. شهر الصوم يا شهر الصوم يا شهر الصوم، شهر الصوم الخير والبركة يا شهر الصوم. الفنان رشاد عبد العال هو ملك الكف زي ما بيسميه الجمهور. اتولد بقرية الرغامة بمركز كومومبو سنة 1944، وتعلق من صغره بالموسيقى، حب عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد وعبد الحليم، كان نفسه يبقى زيهم، بس بحكم المكان والنشأة كان الأقرب ليه الكف. بدأ حياته الفنية بالمشاركة في حفلات السمر، وبعدها دخل عالم الأفراح.
عمر القلب ما كره ونسان انسان بيوحشنا ونست اهلا بيك حدا بلدك وناس. شارك رشاد عبد العال في حرب اليمن وفي 67 أصيب بطلق ناري وتعرض للأسر. التجارب دي مع اطلاعه المستمر جعلت منه إنسان مثقف عنده حصيلة لغوية ومعرفية كبيرة تخليه يتكلم في أي موضوع، وده اللي ساعده أنه يطور فن الكف. وإذا كان صديقه ومنافسه الفنان محمد الدرويش هو اللي أدخل العود للفن ده، فرشاد هو اللي نشر الكف ووسع جماهيريته في الصعيد وخارج الصعيد. يا فنان يا محترم في خانة نازلة السامر تقول عليها عاجز، عاجز مش قادر تقول أنا كفيلها. رحل رشاد عبد العال في 6 أكتوبر 2008 وهو سايب وراه ورث كبير من الحفلات والفيديوهات لتحدياته مع الكفافة والفنانين، وساب ابنه ياسر رشاد يكمل رحلة تطوير الكف وانتشاره أكتر وأكتر. لو همس في يوم حبيبي أقول يا جروحي طيبي، لو همس في يوم حبيبي يوم هقول يا جروحي طيبي، يبقى لي جنات لهيبي، يبقى لي جنات لهيبي، والنسيم الشافي ساري. كل الناس سمعت الكف بيقولوا الكف قبل رشاد عبد العال حاجة، وبعد رشاد عبد العال بقى حاجة تاني. نعم، هو طور الكف وكان يعني كف إنه هو يطور الكف. فنان ملم بكل حاجة، بالكلمة وباللحن وبالمعنى، وصوته مقبول لدى الناس جميع الطبقات تسمعه. يعني أنت لو سمعت رشاد أول مرة لازم تحبه. أنا أسمع كان لما بيدخل في تحديات مع أي فنان مقنع. آخر كان ما يبدأش بالإجاء يعني، يسمعك لغاية ما أنت تقول عايز تقول إيه، وبعدين بيرد عليك. أول ما تيجي في منطقته تعالى يرد عليك ويقنعك. إحنا ككفافة اللي بنقوله له بيدهولنا وزيادة. الحاج ياسر بيحب الدرويش والمرحوم رشاد كان يحبه. إحنا عشان أنا طلعت يعني كان المرحوم وكان الدرويش ورغم إنه بس الدرويش طربيا يعني إيه في حتة الطرب وحتة السلم الخماسي أو السوداني أو اللهجة السودانية إحنا كنا بنحبه في الحتة دي يعني. هو مختلف، هو من الناس اللي طورت الكف مع المرحوم يعني. هو عاملين كانوا زي الأهل والزمالك. الفنان الوحيد اللي كان يحبه المرحوم رشاد محمد حسن درويش اللي هو الدرويش. الدرويش. وما فيش حد من المستمعين ما يحبش الدرويش. بتناقشوا كل الموضوعات، خلافات اللي في البيت، الست اللي عايزه تتطلق، والراجل اللي عايز يتجوز على مراته. انا بقول لك الكفاف الاهلي والزمالك. انت ما تعرفش الكفاف جاي اقول لك ايه. كل ده بيمر عليك في المكان، حصل له مشكله كل ده بيمر عليك. الكف ده اصلا حد يعني استاذ احمد، احنا بنسمع المسلسلات في التلفزيون والليله تكون للمرحوم رشاد، النهارده مثلا في العدوى، في كرم الديب، في كوبومبو، في اي حته نجيب خانه على المسلسل اللي شغال الحلقه بتاعت النهار. نعم، ونقولها للفنان الله يرحمه يسامحه كان كانه بيتابع معانا المسلسلات. فاكر حاجه؟ نعم. من بتاعت المسلسلات دي في اديني واحده كده ورد عليها. يا سلام سلم، يا سلام سلم، علوان في الغدر بيجي معلم، كتل مهجة وخنق ياسين وخلى البدري بيتألم. كانت اللي المسلسل ذئاب الجبل. ذئاب الجبل. ذئاب الجبل. رد عليه الشيخ بدار جات له نقطة ودبور راجل مش أونطة، هرب بدري من حجز النقطة لكن ربنا سلم. سلم. نعم. برضه كان بيتكلم عن الحلقة دي كأنه وكان بيتفرج وكان بيشوف الحلقة. كان متابعها. متابعها يوميا. لأن عارف ممكن كفاف ينزل يسأل سؤال على المسلسل.
كيف كيف طلع قلبك تنسى وازاي قدرت علي تكسى كيف طلع قلبك تنسى وازاي قدرت علي تكسى ونسيت ليالينا الونس وكلامك اللي بيحلاني نسيت ليالينا الونس وكلامك اللي بيحلاني ايه فكرك بيا يا غالي ايه فكرك بيا يا غالي اساس الكف المتلوت والمربوط ولكن الكف كل يوم وكل سنه بتمر عليه بتتطور يعني انا عايز بس هي اوصل شويه للناس او تفهمني انا بشكل شخصي متلوت ثماني سباعي اديني نماذج عشان الناس تبقى معانا مثلا كلمه المتلوت بتقول واهي يا ليل ولا شبهك شبهك مشي ومعاك ولا شبهك مش زيك تمام شبهك شبهه في شبهه مشي ومعاك دي غنوه متلوت بخانة متلوت خانة متلوت المربوع بتبقى مثلا من اربع شطرات الغنى يعني مثلا نقول دمعة جوا العين قالتني استكبرت ابت النزول ايام صعبة عن قالتني في اللي يكسر اي زول عن قالتني وقعتني يعني وقعتني شبه فن الواو شوية في المربوع المربوع هو زي الواو بس البحر يختلف البحر يختلف البحر يختلف بحر الواو اقل انما البحر المربوع في اطول سنة انما التماني ده بيبقى لي نسق ثاني يعني يمكن من اجمل اغاني التماني كانت مع ابو نرمين كانت بتقول ناس ليهم علينا جميل انعدم وفناجيلهم راحوا واخذوا كل جميل وفاضل بس فناجيلهم الله انفس طيبه وسموحه تحب الخير وطموحه ولو بيد الروح مسموحه على رمش فناجيلهم فناجيلهم التحدي ودي واحدة من أراضي المعركة ليلة حنة محمد يحيى وده هيظهر بعد شوية وهتعرفه من الكرباج السوداني وهتلاقيه لابس شارة بيسموها حريرة بيلبسها العريس خوفا من الحسد الحضور بيزيد والكفافة في الطريق والفنان ياسر رشاد بيحاول يأجل ظهوره قد ما يقدر لأن مهما بدأ الحفل بدري الجمهور مش هيسيبه غير مع أذان الفجر هيفرح مش هيفرح برضو هيفرح معانا احنا منتظرين والله منتظرين التنميم من بدري ومحمد الرحية ده بالذات من شهر 11 ما هي 2012 وفرحات ما هي 31 واحد احنا عندنا هنا الليلة الفنان حيطلع على المسرح تمام مع الفرقة الموسيقية هينزلوا الكفافة الدور اللي بينزل قدامه بيقولوا الخانات الخانة اللي هي يعني مطلع غنائي كده لكن لما نتعمق أكتر في كلمة كفاف نقول هو اللي بيؤلف الخانة أو المطلع اللي حيغني عليه الفنة العدوى شأنها شأن كل قرى محافظة أسوان هي بتحب الكف الكف ده يعني اللون الأول غنائياً في الفرحات عندنا ده 90% من الأفراح بتاعتنا تعتمد على الكف لكن العدوى لها مميزات
خاصة يعني البلد دي كان فيها فنانين عظام. كان في فنان رحمة الله عليه طيب الذكر الفنان محمود الكوري توفى صغيرا، في الفنان عادل أحمداني، في الفنان شادلي بجبال، فنانين من البلد هنا وفنانين لهم صيت يعني في وقتهم ولهم شأن. في خانة هنا بتعجب الشباب، كنت قايلها هنا في العدوى يعني يعني بعبر فيها دي عن الكفاف والفنان يجب يبقى إيه عشان يستمر. فبقول بتطور مع الأيام وبجدد في ألحاني جنيت الطيبة يا مويام في قول أفراحي وأحزاني متواصل مع الأجيال وللمعنى الجميل ميال. ومع إني كبرت وبقيت بعيال شباب في سامر تلقاني، شباب في سامر تلقاني. وده لحن من ضمن آلاف الألحان اللي بتمارس في الكف. في الكف أنت 35 سنة كف، إيه اللي تغير في فن الكف من ساعة ما بدأت من 35 سنة لحد دلوقتي؟ كثير. زي كان السامر في الأول اللي احنا قاعدين عليها دي بنسميها دكة. فكانوا يجي يعملوا إيه، يجيبوا دكة كده كمان دكة في وشة كده وخطوا دكة ثانية فوقيها أعلى. أعلى. دي حيقعد عليها الفنان بديل المسرح. بديل المسرح اللي هو دلوقتي. فكانت دكك. لو حبينا نطور الموضوع شوية ونجمل الأربع دكك دولة بنستخدم حاجات من البيئة نجمل بيها المكان، المكان زي جريد النخل وصباط البلح، بلونات مش عارف ايه، أنوار، ونعملها كده. كمان أسلوب الكف كان مختلف، يعني كان بيعتمد على المتلوت بالأكتر. بيقولوا دايما الكفاف يعني بيشاغب مع الفنان، يعني في كمان كفاف يحط في دماغه فنان فبيرسم له كويس. عملت كده انت قبل كده؟ عملت. مع مين؟ لا ما فيش داعي بقى عشان اصلحنا وخلاص، لان هي حاجات بتجيب زعل. هي بتبقى ايه مثلا، والله انا زعلان من الفنان احمد. تمام. فنان احمد في المنطقه دي ما بيعرفش يغني. انا بقى اجيب له خانه في المنطقه اللي هو ما بيعرفش فيها، اللي هو ضعيف فيها شويه. ضعيف فيها. فما يعرفش، فانا كده. ولكن دي عاده سيئه. هو الكفاف المفروض يجيب كلام جميل سهل بسيط ذو معنى وذو هدف عشان الفنان يغني عليه، لان انا حستفيد ايه لما اجيب خانه الفنان ما يغنيش عليها، يعجز فيها او انا كده خسران مش كسبان، وصاحب الفرح خسران. بس الكف كمان يعني ما اقتصرش على أسوان، يعني بدأ يزحف كده، وصل لجنة. عن كف في الأقصر، وصل لجنة في قنا. أيوة. ليه؟ وبنحضر ليالي، مع أنه في قديم يعني في الغالب يعني الأجيال الجديدة بتترك القديم، لكن ده قادر أنه متطور. لأن الكف متطور، ما أنت إحنا قلنا إيه، بنطور الألحان. أي لحن أنت عايزه هتلاقيه في الكف. Thank you.
لي ليه الكف ارتبط مؤخرا بالعود مع ان بدايته ما كانش فيه عود خالص؟ والله هو الكف بدايته كان بالطبلة والدف بالظبط مع المرحوم رشاد الله يرحمه. اه فجاء بعد كده المرحوم عبد الرويش رحمه الله عليه دخل موضوع العود ده في الكف. دخلوا ليه؟ كان معاهم آلات تاني ما غير ال لا هو كبداية ما فيش غير آلة العود اللي دخلت في الكف، بعد كده أكورديون. أكورديون دخل؟ اه عزف مع المرحوم رشاد الله يرحمه. اه ليلة أو كام ليلة بس ما ينفعش يعني. ليه؟ لأن العود آلة وترية. ينفع تقوم ليلة كف من غير عود؟ هو تمشي بس مش هامش ملهاش جمهور. كجمهور مش هيتقبلها. اه ليه؟ لأن الخانة حاليا اللي بينزلها الكفاف بتنزل على العود الأول بيستلمها العواد الأول. آه العازف يستلمها العازف وبيستلمها من الكفاف لازم زي ما يقول زي ما يقولها زي اللحن يقول بتاعه. اللحن بتاعه هو بقى. آه يستلمها العازف بعد كده الفنان يستلمها من العازف. والألحان اللي بيستخدموها الكفافة في المسألة دي ألحان معروفة مشهورة؟ آه طبعا بتكون ألحان أغاني آه عربية معروفة عربية وبركب عليها الكلام. ممكن احط عبد الحليم حافظ، ممكن احط فيروز. آه يعني ممكن ألحان احط مطربين اه مزيكا يعني. فموضوع الالحان دلوقتي حاليا بدا حاجه متطوره جدا يعني فوق ما تتخيل. ده بيخلي فنان العود عنده برضو القدره على الارتجال زيه آه زي الفنان اللي بيغني. اه طبعا ان انت بتخش في مقامات ما كنتش بتشتغلها قبل كده. يعني في الفتره القديمه خالص كان المقام الرصد مقام الصبا دول القائمين الأساسيين في الكف. ومش راجل واصل